ثلاث أمور هتحصل لك أو هيحصل لك حاجة منها لو أنت رأيت المسجد في المنام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إزيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. رؤية المسجد من الرؤى اللي بتشغل بالنا كتير، دايما بنفكر يعني إيه أشوف مسجد في منامي، يعني إيه أشوف جامع في منامي، هل هذه الرؤية مبشرة ولا رؤية مش مبشرة؟ النهاردة إن شاء الله أنا هكلمك بالتفصيل على تفسير حلم رؤية المسجد في المنام. بس قبل ما ابدا في ذكر التفسير والتفاصيل، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوه في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حبايبي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والتفسير بالكامل ان شاء الله. اول امر يتحقق معاك باذن الله لو انت رايت المسجد او الجامع في المنام، وهو الزواج للعزباء او التدين والشرف لغير الاعزب او لغير العزباء. يعني لو انت شفت المنامات اللي انا قولها لك دي، اعرف ان انت لو شخص اعزب او فتاه عزباء ان انت داخل على مرحله زواج. اما لو انت شخص مش اعزب او مش فتاه عزباء فهذا يدل على التدين وعلى الرفعه وعلى الشرف وعلى العفه، قصدي وعلى العفه وعلى الشرف. وده لو انت رايت نفسك ان انت بتدخل في المسجد، يعني شفت دخول المسجد، رؤيا دخول المسجد من الرؤى المبشره جدا والتي تدل على التدين والعفه والشرف. كذلك لو انت دخلت المسجد مع مجموعه من الناس، زي ما قلت لك لو انت اعزب او فتاه عزباء بيدل على الزواج، لكن لو انت شخص عادي فهذا المنام زي ما قلت لك ان شاء الله بيدل على العفه والتدين والشرف، ان انت شخص قريب جدا من ربنا وباذن الله قريب من ربنا جدا. وابن سيرين على فكره فسر المسجد، على فكره يا جماعه العالم ابن سيرين قال ان المسجد عموما رؤيته في العموم بتدل على العلو وعلو المقام في الاخره، يعني بتدل ان مقامك باذن الله هيبقى عالي في الاخره، هتخش الجنه ان شاء الله. ولو رأت الحامل المسجد أو لو رأت الحامل الجامع في المنام المسجد يعني، فهذا يدل على أن المولود ذكر، وقد يدل على أن هذا المولود الذكر قد يكون له شأن في الدين والله أعلم، يعني يكون له مكانة عالية في الدين، ممكن يبقى داعي إسلامي مثلا. أما تاني أمر يتحقق معاك لو أنت رأيت المسجد في المنام، وهو المقام العالي والرفيع بإذن الله في الدنيا والآخرة. يعني من رأى هذا المنام أو من يرى هذا المنام فيعرف بإذن الله أنه هيبقى مقامه عالي في الدنيا والآخرة. وده لو أنت رأيت أن أنت بتساهم أو بتشارك في بناء مسجد في المنام، أو لقيت أن أنت بتصلي في المسجد والمسجد كان واسع وجميل، فرؤية الصلاة في المسجد أو رؤية بناء المسجد من الرؤى التي تدل على علو المقام أو علو الشأن في الدنيا والآخرة إن شاء الله. فأي حد يشوف المنام ده يتبشر جدا، لأنه زي ما قلت لكم بشرى خير. أما ثالث أمر يتحقق معاك لو أنت رأيت المسجد أو الجامع في المنام، وهو منصب كبير ورفيع. يعني لو أنت رأيت هذا المنام اعرف أن أنت هتحصل على منصب، ممكن منصب ده يبقى الله أعلم، ممكن يبقى منصب مثلا في وظيفة مرموقة، ممكن تبقى رجل أعمال الله أعلم، بس أنت بيدل أو هذا المنام بيدل أن أنت هتحصل على منصب رفيع. وده لو أنت رأيت أن أنت إمام بتصلي بالناس، أو لو أنت رأيت أن أنت معاك مفاتيح المسجد، أو لو أنت رأيت أن أنت بتصلي في الصفوف الأولى، كل هذه الرؤى تدل على منصب رفيع إن شاء الله. فبكده يكون فصلنا أغلب تفاسير حلم رؤية المسجد في المنام. أتمنى تكونوا استفدتم التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.